يعتبر تأخر الحمل من أكثر المشاكل التي تؤرق الزوجين وتهدد استمرار الزواج نتيجة الضغوط النفسية والخوف الدائم من عدم القدرة على الإنجاب. لذا نقدم اليوم للأزواج بعض الأطعمة والنصائح التي تساعد على الحمل بإذن الله. أولاً، يجب الاهتمام بالتغذية الجيدة للزوجين، فهي مهمة جداً، ويفضل الاكثار من تناول المكسرات والعسل والفيتامينات وبذور الفجل المطحون وبذور الكتان المخلوطة بالعسل. الاكثار من تناول حبوب طلع النخيل والحليب والزنجبيل. تناول القرفة 3 مرات يومياً لما لها من دور فعال في زيادة حجم البويضة. ممارسة الرياضة بشكل منتظم، حيث تسهم بشكل كبير في تنظيم عمليات الجسم وتنشيطها بشكل عام، وينصح بممارسة رياضة المشي على الأقل 3 مرات في الأسبوع. الفحص المستمر للزوجين خاصة بعد السنة الأولى من الزواج، وعلاج الأمراض التي تستدعي الذهاب إلى الطبيب.